ما علاقة الكذب على الله بالكفر؟ لأن الله يأمرك مثلا بأن تدخل في السلم كافة أو أن لا تقتل، فتأتي أنت بكذب تكفر بهذا المعنى القرآني وتغطيه بكذبك وتستبيح محرمات الله. هذا معنى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. كذب على الله، فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى الكافرين؟ ما العلاقة بين الكفر والكذب والصدق؟ لأن المعلومات الصادقة عندما تردها فأنت تغطيها، وهذه المعلومات الصادقة هي من الله كما قلت، كل حق فمن الحق الأول ميثاق عنه فيضم منه، سمه ما شئت، كل صدق والصدق هو من الصادق ومن أصدق من الله قيل الصادق من الأصدق. فأنت عندما تغطي أشياء سواء معلومات دينية طبيعية إنسانية فأنت بهذا تكذب بالصدق وتكذب على الله، وإذا كذبت على الله وكذبت بالصدق لم يقف أمامك شيء، لن تتقي الله عز وجل، لن تتقي عذابه ولا ناره ولا لن تتقي شيئا، وستعمل كل ما يحلو لك.